حاجة سقط ولا لا 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 نهائي. وبعدين حتى برضو انت سؤال جميل جدا، انت لو عملت خرسانة على الطاقة، لو عملت بلاط البلاط في البلاط اللي هو كده ده بلاقيه متكسر. لا حاجة رخيصة، ده سلات ستون، وده بي ده بنلاقيه في حاجة المطاعم ده في المطاعم وفي ريسبشنات جميل في المكاتب حلو. لما تعملي بيه الدفاية، الدفاية على طلب متزايد جدا، انا بيجي لي طلبات كتيرة جدا واتصالات وبتبقى كتيرة شغالة جدا. يعني ولا شكل ديكور كده؟ مطلوب ده كله بقى ده متحول زي الفستان. وده دبش اللي وراه، ده برضه دبش مباني تمام. يعني ده برضه السور الخارجي نزلت تحت صفر امدان. وكان الاستاندر الطبيعي ده احنا طورناه بقى بالمجموعه الثانيه. تمام. يعني يمكن اشكال كتيره جدا للديكورات اللي بتبقى موجوده، يعني يمكن زي ما عرضنا مجموعه كده من الصور الجميله اللي كانت موجوده معانا. يعني هي بشكركم.